هربت من البيت مرة تانية. شو عمل؟ كان عندي خيار تاني؟ مجبورة. لك مراد أخذكم ولك كيف هربتوا من الرسول؟ خبروني كيف هربنا وخلص. خالتي اطلعي علي، فهميني شو هالهوس بالزواج هاد؟ عرسك بهاليومين ما بتستني؟ ممكن تسكتي؟ أنا ماني مهووسة بالزواج، هربت بالغلط. ها شو صار؟ عطيت عناصر شرطة المرور مواصفات الميتور تبع الحرامي، عم يخبروا الدوريات التانية. إن شاء الله يمسكوا هالعديم الأصل هاد. إن شاء الله. يعني كنا رح نحل القصة بعرس عالدية، إيه هلا راح الذهب والعرس؟ طالع لك لحمك من محله. تمام، أنت طالع اللحم، بس ملاحظة شي الشغلات السخيفة اللي عم تصير معنا، ما عم نقدر نخلص من المصايب. شوف لقلك يا عريس، أختي ما قالت لك كل شي رح يصير حسب الأصول، ليش عم تبربر؟ شو عم تقول هي؟ شو عم تقول؟ والله رح جن. اسمع هي عريس؟ شو؟ أنتوا شو عم تحكوا؟ شو عم بتقولوا؟ عريس شو؟ مين عم يتزوج؟ خلص انتي، انتي شو عم تعملي؟ تعالي تعالي شو بدك فيها؟ خلص تعالي انتي تعالي. ما سمعتي شي هلأ ماشي؟ سمعت انا؟ تعالي معنا انا عم بسمع صح؟ طلعي علي، هات سرنا صار هلأ، ممنوع تحكي. اسمعي منيح، انتي ما رح تجيبي سيرة لحدا، تمام دفنا؟ بس انتو يعني كيف قدرتوا تخبوا كل هالوقت؟ والله كتير كان صعب صدقيني هالفترة، قد ما كذبت كذبات يمكن الله ما عاد يسامحني، بس أنا ما رح أقدر خبي على الأغلب، يعني رح أنفجر. ليكي دفنا، أنت هلأ عم تخوفيني؟ ها حبيبتي كنتي، لا تخلينا نخبرك لكان، ليش هيك عم تقولي؟ ممنوع تحكي. أي أخي، قدرتوا تمسكوا للزلمة؟ هرب. أنتوا شو عملتوا؟ شو الوضع عندكم؟ ونحن بالمخفر عم نستنى. شو كانت عم تعمل نريمان مع عم الأياز؟ ذهب وقصص، ما فهمت. أخي هلأ عم يعطوا إفادتهم، برجع بدي قلك. تمام تمام تمام، أنا وصلت أساساً، وين أنتوا هلأ؟ شو؟ لوين إجيت يا ابني؟ نحن طالعين هلأ، لا تجي أنت، ليش جاية؟ ها شفتكم، تمام. شو عم يقول؟ أمك والذهب، شو القصة؟ شو عم يقول؟ اخترع شي، أنا خلصت الكذبات عندي، لازم نلاقي شي بخصوص أمي وأمك بسرعة. تجميل. تجميل؟ شو؟ عملية تجميل بنت خالتك، وأصلاً في شاشة على أنف فاطمة. إيه صح، أمي رح تدفع لأمك حق العملية بالذهب، هيك قول. جماعتها كانوا رح يتصرفوا بالذهب، وأمي قالت أعطوني إياه أنا بتصرف، وبعدين سرقوا. شو صار؟ عملية فاطمة، ورح يدفعوا كلفته بالذهب. شو صار؟ لقيته سنان؟ ما مسكته، بس رح لقيه لهذا الحيوان أكيد، ورح يدفع تمن يلي عملوا فيك وما رح يهرب، يكون بعلمك. أنا رح شوف شو صار جوا. أنت روح إذا بدك. ليش أنا؟ ليش لروح أنا؟ أصلاً دفنة فاتت وفادي جوا، ليش لفوت؟ أمك جوا لك ابني، روح شوفها، بلكي بدها شي. شو صار لك هلأ مراد؟ ليكني أنا جنب لياز. مزبوط، أمي جوا طبعاً، إذا هيك لفوت بالإذن. يا ريت ما عذبت حالك، نحن حلينا كل شيء أصلا. أمك عصبت ما؟ قالت لك شيء وقت اللي شافتنا سوا؟ لا ما عصبت، لأنه ما كان عنده وقت، الأحسن ما تشوفك هون كمان. خفت تكوني بحاجتي لهيك إشي. بحاجتك؟ تسلم، شكراً كتير لأنك فكرت فيني، بس هلأ إذا رحت رح يكون أحسن مشان صحة الكل. تمام، إذا مصرة لهالدرجة بروح، بس إذا احتجتي لشي حدقلك بالأول وعد. باسني إلي مو؟ شو؟ يا ويلي. خالتي والله خدعوني، هي بنت كثير محتالة، قالوا لي الحق بسرعة في حدا بالحديقة و... لك أنا فكرتك رجال، يا حيف بس، روح من وشي. أمي ما رح تقولي شي؟ ما رح تعصبي علي؟ بعد هلأ ما عاد صدق شي
بتحكي انت؟ لا تتعبي حالك على الفاضي. امي اشمن كل ري بركتي يا كوب كتن كده لي kalbimi ellerine bıraktım ezip geçsen de beni tut isterim sadece içinde oldun yüreğimi düşürme sakın yerlere yok olsan da سيغيلي. تذكرتي شي؟ كتب لك ياها مثل كل الأغاني اللي كتبها مشانك، وأنا رح أغنيها، رح أغنيها مشان بابا. أمي أنا مو همي إني عندك نهائيا. وانتو ما رح تقولوا لي شي بالمرة؟ يا رب دلني على الطريق الصح. الو مراد، شو عم تعمل؟ منيح، وانتي؟ ما سألتك كيفك، قلت لك شو عم تعمل. هيك قصدك؟ شو عم بعمل؟ طلعت من الشغل وراجع على البيت هلا. انتي شو عم تعملي؟ كيف بدي يكون منيحة؟ ما بعرف، الوضع مخربط، قاعدة بالجنينة ما عم فكر بشي. فهمت. كيف الوضع بالبيت ليكونوا مددوا لك العقوبة؟ مراد، انا حتى عقوبة ما عاد إلي. أمي ما عم تحكي معي بنوم من وقت ما إجينا، وأنا عم فكر كيف لازم راضية. وأنت أمك كيفة؟ يعني زعلانة شوي ومعصبة طبعاً، لكن قبل شوي كذبتي علي، ما؟ لأنك قلتيلي منيحة بس ما شكلك منيحة. ماني منيحة أبداً مراد، لأني دائماً بزعل أمي. قد ما كنت مبسوطة على المسرح، قد مو مكتئبة هلأ، لأني دائماً بزعل أمي. يلا انسى. قديش كانت عم تغني حلو، لو شفتك انت افتخرت فيها، وأنا كمان فخورة، بس ما كان بدي شجعها لأنه خفت كتير يزعلوها ويكسروا لقلبها مثل ما صار معك. اسماعيل، أنا كتير اشتقت لك. اسماعيل، بحبك من جوات روحي. مع مين عم تحكي هالمرة بهالوقت؟ رح اجي. ايه، بأقرب فرصة رح أجي لعندك. دخيل اسمك يا ربي. ورح أجيب بنتك معي إذا لقيت فرصة مناسبة. أختي، مع مين عم تحكي أنت؟ مع صهرك. شكل جنة المخلوقة. انت شو عم تعملي هون؟ عم تتنصتي علي؟ اختي، بدي اقول لك شيء، انت مالك منيحه ابدا. شوفي هالمكان ما نفعك بالمره، والله بلشت خاف عليكي،
تروحي معي على الدكتور شو هيك اختي؟ هذيك المره قلتي العريس بالبيت ما كان في حدا، ولا عم تقولي صهرك؟ والله انا صرت خاف عليكي، انتبهي على صحتك، الله يخلي لنا اياكي. يلا روحي، انا بدي نام ببيتي وما عم تتركوني نام براحتي كمان. يلا روحي طفي هالضو، روحي. الو ياز، انتي متضايقه صح؟ ايه بس لا تهتم، رايحه نام اصلا، انت لا تفكر فيني. لا لا اصحك تروحي تنامي ها، لانه انا صرت قريب من بيتكم جايلك. قريب من بيتنا؟ ابني انت شو لك شغل هون بهالوقت؟ خلي النهار لالهم والليل لالنا، ما بصير يعني؟ والله بصير. ها وصلنا لوين؟ انت عم تمزح مظبوط؟ لا ما عم بمزح. يا الله مراد، كيف خليتهم يفتحوا هالمكان بهي الساعة؟ ايه وانا في حوالي رفقات كفو يا انسياز، شو مفكرة لك؟ كأني بحلم عن جد، كتير حلو. خلينا نبلش بهي أول، تعال. دقيقة، لا لا أول شي نبلش نركب شغلات على الهدا، بالنهاية كلهم لقلنا، مثلا دويخة أو الأحصنة، نركب دويخة والأحصنة، أنا وأمي كل مرة منجي فيها لهون دايما نركب دويخة وأحصنة، كتير حلوة ها. شكلك خايف مو؟ لا شو هالحكي هاد، أنا خوف. لكن يلا تعال. الدويخة أحسن وأحصنة، شو رأيك؟ ليك ليك تعي تعي لك، لك تعي شوفي شو حلوين. يلا يلا انزل، يلا انزل انزل. أبا يلا. لف لفة وتعال تعال، يلا نط.
وين هالبنت؟ لشوف انت لسه ما نمتي؟ ايه كيف يعني؟ كيف صار هيك هلا؟ ياز انت عم تخبي شي كمان علي هالمرة؟ والله انا بكفيني هالقد يا ربي بكفي والله، استهلكوا عمري قبل ما اشوف يوم واحد حلو، استهلكوا لعمري. برافو عليهم برافو. اوه انت شو عم تعملي بهالوقت هلا بهالليل؟ مثل الشبح عم تتفتلي باخر ليل، ولا خوفتيني؟ بس بدي اشرب مي فاطمه. ايه منيح منيح اشربي مي. اختي من طرف وبنتها من طرف، كلكم جننتوني بهالبيت يا. والله كتير حلو، خلينا كمان نركب. أنا برأيي خلينا شغلات الهادية أول شيء، مثلاً تعالي هي سباق سيارة. لا تمام يلا. كيفكن يا أولاد؟ نحن مناح وانتي؟ ونحن مناح، شو نعمل؟ نحن ملينا لحالنا هون، يلا تعالوا انتو كمان. بس اختي. ما في بس حبيبي، يلا تعالوا. شوفوا صاحب هالمكان تركه وراح وهرب، ما حدا عم يحكي شي، فيكن تركبوا شو ما بدكن، امشوا على سباق يلا السيارات. يلا يلا سباق يلا السيارات بسرعة. يلا اركود اركود، برافو عليكن. ليش عم تطلع هيك؟ امشي. استنوني. وقف وقف وقف، بعد شوي، بعد بعد. اخ رجلي. يلا سوق. ليك ضروب اخوك هاد. اي دور لحقها، ركود لحق السياره اللي قدامك، ضربون. اي شوف ضرب هاد، ضرب هاد. خلينا نهرب من هون، ساعدونا ساعدونا. وهلا كيف صرتي؟ مراد كتير مبسوطة، منيحة بشكل من زمان كتير ما كنت مبسوطة هالقد، ما رح انسى هاليوم ابدا. مراد ليش عم تعمل هيك؟ شو؟ مثل هيك تاخدني مشوار ومنقضي وقت حلو، بتخليني انبسط. ما بدك يعني اعمل هيك؟ انا فكرت رح يعجبك، كنتي عم تقولي حاسة حالي احسن. صح انا احسن هلا، كتير عجبني. بس ليش؟ انتي ما كنتي عملتي نفس الشيء مشاني؟ طبعاً سعادة رفقاتي هي سعادتي، وأنا هيك كمان، سعادتك هي سعادتي، صدقيني هيك. تسلم. مراد؟ ها؟ تعرف إني معجبة كتير بكمال، صح؟ ليش قلتي هالشي هلأ؟ ما فهمت. يعني الوضع اللي بيناتنا مو... ما في شي بيناتنا ياز، يعني مثل ما حكينا واتفقنا بأول يوم، بالنتيجة هي لعبة، فهمتي؟ مراد عن جد انت رفيق كتير منيح، الكل بحاجة لرفيق مثلك مراد.
بتخليني أحس حالي محظوظة